أطلق مركز ترانيم للفنون الشعبية النسخة الثالثة من ليالي المديح بفضاء التنوع البيئي والثقافية تزامنا مع ذكرى غزوة بدر الكبرى. يعد النشاط بحسب القائمين عليه أول مهرجان متخصص من نوعه في العاصمة نواكشوط، حيث يسعى القائمون عليه إلى تأسيس فضاء ثقافي وتثقيفي متنوع يجمع الجمهور الموريتاني بكافة فئاته حول روح المحبة والأخوة والتراحم على هدي سيرة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الزميل سالك عبد الله حضر الانطلاق وعاد بالتقرير التالي. مركز ترانيم للفنون الشعبية ينظم للعام الثالث على التوالي مهرجان ليالي المديح في الفضاء التنوعي الثقافي والبيئي بالعاصمة نواكشوط. حضر الأمسية الافتتاحية جمهور معتبر من رواد هذا التراث الشعبي ومتذوقيه. دأب المركز على إحياء رمضان من خلال هذه الليالي المديحية التي أصبح لها جمهوره الخاص، ويهدف مركز ترانيم من وراء هذه الليالي إلى نفض الغبار عن التراث المديحي الشعبي وإعطائه القيمة اللائقة به. السادة والسيدات، دأبنا في مهرجان منذ العام الأول على تنظيم ندوات حوارية حول المدح، وقد بدأنا الموسم الأول بالخلفية التاريخية للمدح وممتهنيه، وفي النسخة الثانية نظمنا ندوة حول المدح في ولاية أدرار، وهذا العام توجهنا شرقا نحو ولاية العصابة متخذين من مداح الرسول صلى الله عليه وسلم المرحوم محمد بن العبد الملقب الإحرار نموذجا. غير أن هذه الليالي المديحية الثلاث تواجه تحديا كبيرا، ويتمثل ذلك في ضعف التمويل وعدم التبني الدولي للمهرجان حتى الآن، الشيء الذي قد يحرم هذا الجمهور من النسخ القادمة إذا تم الحال على ما هو عليه. هذه مناسبة مهمة حتى وجيدة جدا، نحن كشباب يشرفنا اللي مشيلها، لأنها في الواقع تمثل اهتمام بالتراث اللي يسمى المدح، وهو عنده بعدين مهمين جدا. البعد الأول جانب التقليدي المهم التراثي، البعد الثاني الجانب الديني باعتباره يهتم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل غنائي. يعني على مدى ثلاث ليالي من الشهر الفضيل سيتعاقب مداحة النبي صلى الله عليه وسلم على المنصة مقدمين أفضل ما عندهم لجمهور متعطش لمثل هذه الفعاليات، وكله أمل أن يقدر المركز على تنظيم ليالي المديح في المستقبل، بل ويطمح إلى زيادتها لتصل إلى 5 ليال أو أكثر. السلك عبد الله، الوطنية.